بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم وبرنامجكم ملك كتابة. عندما تهزمك الحقائق فلا مهرب من الأوهام. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، والحلقة رقم 683 لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة فيها كشف الكثير من الأوهام والأكاذيب. بص يا أستاذ إبراهيم، بصيت يا باشمهندس في شؤون الحياة كلها كده، فكر اللي ما بتخلفش واللي عايزة جوزها يحبها واللي عايز واحدة تحبه واللي عايز يترقى ومش عارف واليأس اليأس، والحقيقة انك مش هتوصل لكل ده، جربت كل حاجة مش عارف توصل لكل ده. يقول لك معمول لك عمل، واعرف شيخ يفك لك السحر، وتعالى بينا على شبرخيط، وبعد كده مفيش مانع ان في شوية درويش يخدموا عليك بأكاذيب وأوهام لعلها تصبر اللي بيصدقوه، ولكن في الآخر تنجلي الحقائق وتنكشف الأكاذيب وكل واحد يعرف مكانه. كل واحد يعرف مكانه، عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة اللي النهاردة هنستمر فيها مع حضراتكم من 9 لغاية 11 بشكل استثنائي في لقاء الخميس. انتوا تعودتوا ان لقاء الخميس دايما من 10 لواحدة في سهرة ليكم مع ملك وكتابة، لكن النهاردة اللقاء الخاص يستحق، لانه بعدين على طول في الساعة 11 الزميل العزيز الكابتن اسلام الشاطر في لقاء خاص هيمتعكم مع اثنين اعتقد من الضيوف ذوات العيار الثقيل، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ومستر بيتسو موسيماني المدير الفني، في إطلالة مشتركة مهمة جدا لأبطال السوبر بإذن الله تستمتعوا بيها وتشوفوا الكثير من كواليس هذا الإنجاز الكبير وترتيبات المرحلة اللي جاية. ولأنها ليلة الاحتفال بانتصارات السوبر، ما تيجي نهني فريق السوبر، فريق الكرة الطايرة اللي يعني فعلا ده له وقفة مهمة جدا في فعلا فعلا النهاردة. مش دول ملوك الصلاة بحقيقي، لا دول عندهم رقم عالمي كمان، لا ونجومهم عالميين بمعنى خد بالك الكلمة. طايرة الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، ادي الناس حقها، يعني عنده رقم عالمي مدهش الحقيقة. عشان كده حلقة ثرية جدا، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، ومرة أخرى ظهرت خفافيش الظلام. الغربال تحية لفرقة الرافال الأهلوية. بعضمة لسانه ضغط الأكاذيب وأكاذيب الضغط. الشموع الحمراء الأمير عبد الله الفيصل. أسرار الملك والجمعة الصخرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى اللي نتمنى إن شاء الله النهاردة نقدر نناقشه كله مع حضراتكم، لكن ضربة البداية كما تعودتها دائما هي مع مقالي ومقاله، ومرة أخرى ظهرت خفافيش الظلام يا باشمهندس. ليه كانت اختفت؟ ما اختفتش، ما اختفت بس بتنشط. لا هي تنشط، اول ما تيجي تلاعب فرقه مهمه، يعني تلاعب الترجي، تلاعب النجم، تلاعب الوداد، كان تلاعب حد من الاشقاء العرب، تنشط خفافيش الظلام. في مسلسل زمان واحده محبوسه، ايوه يعني خايفين عليها مامتها انها تشوف يعني شباب ورجاله، أيوه. فحبسها طول عمرها، فاول مره تشوف راجل بقت تقول ايه، راجل يا ماما، راجل راجل احنا دلوقتي عايشين، الاهلي يا اخواننا، الاهلي الاهلي يا اخواننا، الاهلي كل حاجه، كل حاجه، الاهلي اصل الاهلي، اصل الاهلي، اصل الاهلي، احنا والاهلي، يعني انا عايز في اللي فات وفي اللي جاي، يعني لما واحد قاعد بيتكلم على ماتش كره طايره بكره، اما احنا غلبنا يا سيدي كويس، بكره الماتش الفاينل، انت غلبت انا غلبت، بكره في اللي يكسب ياخد المتقدم بمباراه، اللي يكسب هيشيل الكاس. بتتكلم ان ما احنا سبق وكسبنا الاهلي في يوم ما. طيب هنا نتكلم مع بعض، نجادل بعض، حتى نقطع هدوم بعض في الاعلام، ماشي مقبوله، لان احنا في الاخر
جوه مع بعض، لكن لما يتعلق الأمر بعلاقات خارجية وعلاقات خارجية مع أشقاء، الأهلي يروح يلعب في السودان تطلع خفافيش الظلام بنفس الطريقة وبنفس القسوة وبنفس الغلظة وبنفس عدم المسؤولية، تحاول تبث كل بذور الفتنة بين الأهلي والجماهير السودانية عشان توتر له الجو اللي هناك. وحصل وشفتوا الأحداث عملت إزاي قبل كده السنة اللي قبل اللي فاتت، الأهلي يلعب مع الترجي يتطوع أحدهم من هنا ويفبرك جواب ساذج وعبيط، جواب عبيط جدا، قال ايه الشركه الراعيه بعت للنادي الاهلي تقول له دي فلوس الحكام؟ اتحاسب لما ثبت التزوير، اتحاسب ولا لما اتقال عليه بالاسم واتسمى هو واللي ما يتسمى. اتحاسبوا اطلاقا، ما اتحاسبوش. كانت النتيجه ايه؟ الاهلي يروح يلعب في الترجي في تونس، شفتوا اللي حصل، يتم الاعتداء على البعثه، تحطيم زجاج الاتوبيس، اصابه هشام محمد لو تفتكروا، ويلعب الاهلي في جو غريب جدا عن الرياضه بسبب اللي خرج من هنا بسبب نشاط خفافيش الظلام. طب ليه ما كررش الامر دلوقتي؟ ما يجي الاهلي يجي الاهلي هيلاعب الترجي فتنشط خفافيش الظلام، انتوا مالكوا؟ الاهلي هيلعب مع الترجي، انتوا مالكوا؟ ازاي ان هم مالهم ازاي؟ ما يعني توصل لدرجه ان انت تحرض الجانب التونسي؟ يا استاذ ابراهيم، هو عندما يفقد الامل في ملاحقتك يسمم لك البير مع اي حد، هو مش عايش غير عشان يرصدك، ولذلك مفيش كلام غير عليك. ايوه بس خطوره الامر بجد، خطوره الامر ان انت يتعلق بطرف ثاني خارجي. كان يحدث حسابي يا استاذ ابراهيم، لما مجلس الشعب يروح له جواب مزور ويكتشف انه مزور ومفيش حد يتكلم لما الجانب التونسي جواب منسوب للجنه الاولمبيه كلمنا وقال لنا بعتنا لكم صوره الجواب، الجواب ويطلع جواب مزور من شركه راعيه محترمه ويصفر الامر عن يعني اغتيال معنوي للنادي الاهلي في مباراه العوده. مش عايزين نرجع للكلام ده لان هو ده وصل العلاقه كان نتيجة العلاقه الطيبه اللي بتربطنا بالترجي، قدروا يسمموها. فالنهارده يعني العقلاء بيحاولوا يقولوا له مالكوش دعوه، ده ماتش بينا احنا وبعضينا. لكن هم مش متوقفين، والدليل على كده اللي انت هتقوله دلوقتي. الحلقه اللي فاتت كان معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ على التليفون، فبنساله ايه اخبار طاقم التحكيم اللي اسند ليه المباراتين الترجي، فيكتور جوميز الجنوب افريقي لمباراه الذهاب ورضوان جيد المغربي لمباراه العوده. فالكابتن سيد قال والله ده كلام انا بسمعه لكن مفيش حاجه جات لنا رسميه خالص، ده النص اللي قاله كابتن سيد. فيطلع احدهم بقى، احد خفافيش الظلام، الحق ده عدل القيعي خبير ببواطن الامور في الكاف، الحق ده سيد عبد الحفيظ وعدل القيعي عندهم كواليس الكاف يا تونس، الحقوا شوفوا. والكلام كده بهذا الشكل بهذه الطريقه وكانه نحن مجرد ما قرينا خبر يا حضرة اللي احنا قريناه عن فيكتور جوميز ورضوان جيد على الفيسبوك كان في المواقع التونسية وموجود على الفيسبوك. المواقع التونسية اللي انت بتتكلم عنها هي اللي نشرة اجتهادا اسماء اهو بالظبط، موقع كمان المغرب يعني المواقع التونسية يوم 31 مايو صباح يوم ما احنا كنا، يعني احنا كنا الحلقة اللي فاتت بالليل، هم بالنهار كانوا كاتبين فيكتور جوميز ورضوان جيد لمباراتي الاهلي والترجي ذهابا وايابا. ادي الصورة لعدل القيعي خبير بكواليس الامور زي ما عايز تلقح، ولا كابتن سيد عبد الحفيظ كمان الراجل عنده صلة بالاتحاد الافريقي وعايز يعرف السر، اقرا الفيسبوك. طب اقرا انت المواقع المواقع التونسية اللي انت بتبلغها قبل البرنامج، كمان حتى المواقع المغربية، موقع 360 سبورت المغربي قبلها بيوم بقى يوم 30 مايو رضوان جيد حكما لمباراة العودة. يعني اللي احنا قلناه لا في لا كواليس ولا كوابيس ولا شغل ناس غير مسؤولة بالمرة، تلامذة إبليس. صحيح، دي تلامذة إبليس بجد. يعني 30 مايو 31 مايو وانت تطلع بعدها بيومين بالليل الأخبار تقرا الخبر موجود فيتبلغ عنك الحق دول عاملين كذا، ده كلام. والمسألة أنا بقول لكم الأهلي والترجي والأهلي والوداد والأهلي وكل الأندية العربية الشقيقة بينهم وبين بعض كل الاحترام، وبينه وبين الزمالك وكل الأندية المصرية، لكن ليه
زرع الفتنه بهذا الشكل. ليه زرع الفتنه بهذا الشكل؟ هو مين اللي وقع بينك وبين جماهير؟ طب ليه السكوت على زرع الفتنه بهذا الشكل؟ مين اللي وقع بينك وبين جماهير الانديه الشعبيه عمال على بطال عبر السنين؟ مين اللي وصل الامور ان بقى فيه غل وطار ودم؟ مين؟ اتحسب؟ ما اتحسبش، وما زال ما زال يؤدي بهذه الكفاءه، لانه الحقيقه لبطاله هيروح فين؟ لا يوجد غيرها. بس لامتى السكوت على سلوكيات بالخطوره دي يا جماعه؟ خلاص حد يتصدى بقى للموضوع بجد يعني. لو احنا ادائنا فيه اي شيء يؤدي الى زرع الفتنه ولا اثار حزبنا، لكن غير معقول بالمره ان احنا نقرا خبر من المواقع المغربيه والتونسيه فيتقال اصل المهندس عدلي خبير بكواليس الكاف وعايزين نتعلم منه. طب اتعلم. ما انا قلت لك اتعلم حاجه واحده، اقرا الفيسبوك قبليه بس. هو الحل كده. مش على فكره معظم المواقع المصريه حتى والتونسيه والمغربيه اتكلمت على هذه الترشيحات، وعلى الكاف النهارده لما طلع الحكام ما اختارش رضوان جيد يا سيدي المغربي، يعني حتى طلع المهندس عدلي مش خبير بباطن الامور قوي يعني فيسبوك. بس يعني رضوان جيد تم تغييره، واسندت مباراه العوده للطاقم الكاميروني بقياده اليوم نيانت، ده الحكم الكاميروني لمباراه العوده في القاهره، ورضوان جيد دخلوه غرفه الفار. اعلن الاتحاد الافريقي انه الذهاب هيقوده باذن الله الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز، وهيكون الزامبي جاني سيكازوي في غرفة الفار. ده اللي أعلنه الاتحاد الأفريقي، ولما ملك وكتابة أعلن ده الأسبوع اللي فات كان نقلا عن مواقع تونسية شفتوها ومواقع مغربية سابقة برضه. يوم 30 ويوم 31 مايو، غير معقول الأمر بهذا الشكل بجد. هو في مصريين دلوقتي في الاتحاد الأفريقي بخلاف هاني وليد؟ خلاف المهندس هاني مش في الكاف حتى، ده في اللجنه التنفيذيه للفيفا، هو بيحضر اجتماعات الكاف بصفته الدوليه بالصفه دي. يعني يا دوب اللي في الفيفا اللي في الكاف دلوقتي من مصر الراجل البسيط هتلاقيه عامل البوفيه، رست على عامل البوفيه لا اكثر ولا اقل، ويمكن سواق ولا حد. بص يا استاذ ابراهيم، كل لجان الكاف والكل اشتكى، محدش هيغلب لما يتلكك لانه مش قادر يتحمل الحقيقه، الحقيقه صعبه عليه. نتمنى بس ان الناس تاخد بالها شويه وتعي مسؤولياتها. النادي الاهلي النهارده لعب مباراه وديه سريعا كده مع مصر للتامين، اتعادل 2-2، لكن كان المهم في المساله الجهاز الفني كان عنده 3 4 5 اهداف بيركز عليهم. واحد من الاهداف اللي دفع في المباراه اللي دفع فيها بعدد من الناشئين، كان واحد من الاهداف تجهيز بعض اللاعبين النقيين او العائدين من فترات غياب طويله، مع محاوله تعويض رامي ربيعه على مركز الباك رايت، لانه رامي استخدم سيرد باك في مكانه الاصلي وكان هايل جدا. المباراه اللي فاتت استخدم في ليبرو خط الوسط فيما بين الخطين وعملها بامتياز. مباراه الترجي الاولى هناك في صعوبه للحاق محمد هاني بيها حتى الان، فواضح ان مستر بيتسو موسيماني في تفكيره النهارده هيبدا يدرب رامي ربيعه على مركز الباك رايت. فكانت هي دي الفكره، ازاي يجهز وليد سليمان بدنيا وياخد فتره كافيه، ازاي يجهز محمود متولي العائد بعد عمليه غاب طويلا جدا للرباط الصليبي، النهارده بيرجع. الناس كلها شافت لبعض الوقت القصير في الاخر، بس كويس انه كريم نيدفيد شارك وحط رجله في الملعب. كهربا كان محتاج ياخد الفول ماتش، لعب وقت كافي جدا النهارده وبذل مجهود بدني كويس. فهي دي الاهداف، وحمدي فتحي طبعا اللي راجع بعد فتره، كانت هي دي الفكره، انه محاوله تجهيز بعض اللعيبه اللي راجعه من اصابات والناس اللي رجلها بره الملعب بقالها فتره طويله، مع طبعا تجهيز عدد من اللعيبه الشباب والتعرف على مستوياتهم والحارس علي لطفي. بص المباراه طبعا زي ما انت قلت، اولا كان في 4 ايام او 5 ايام راحه، ايوه اعتقد كده يعني، ايوه فكل الناس راجعه من راحه طويله، ايوه زائد طبعا هذا العدد الكبير من الناشئين والناقيين. فالمباراه ممكن تكون قلقت البعض، ايوه لان يعني يخش في النادي الاهلي هدفين وانفرادات من نص الملعب وبتاع، هي مساله بتجرب حاجات جديده ربما
عشان تعرف ما ينفعش اعملها او ينفع اعملها. والاجابات وصلت من هذه المباراه بنسبه كبيره عند مستر بيتسو. بالنسبه لرامي ربيعه ايوه اذكرك انها في بداياته مع النادي الاهلي كان بيلعب باك رايت. باك رايت صحيح. ويوجدها لانه لعيب بيلعب بدماغه مش بدماغه بالهيد يعني بالذهنيه الكرويه صحيح وبيقدر يؤدي بشكل يعني تقدر تثق فيه في اي مركز تحطه باذن الله. يعني يمكن يكون في ماتش ودي تاني اعتقد تبتدي الحقائق تثبت اكتر. بس النهارده يا ريت حد يسال لنا كده ايه اللي حصل لمحمود متولي وليه. هقول لك انا محمود متولي الدكتور احمد ابو عبله قال ان متولي عنده شد في العضله الخلفيه بكره هيعمل سونار عشان يحدد حجم الشد قد ايه. ده طب محمود متولي. وليد سليمان تعرض برضه لشد في الاماميه هو راح يمكن درجته اخف شويه لكن من بكره هيبدا جلسات التاهيل الخاصه بيه. يعني دول الاثنين اللي خرجوا مصابين النهارده. ومستر موسيماني بعد المباراه ادى اللعيبه راحه 6 ايام ويمكن دي اول مره فرقه الاهلي تاخد راحه 6 ايام من كام سنه. يعني انت توعى على راحه الست ايام دي؟ لا يبقى انا خلطت بقى. يبقى راحه 6 ايام الخمس ايام هي اللي جايه. ما هي كان ما هو الفريق خد بعد ما رجع خد اجازه 3 ايام واتمرن ولعب الماتش الودي. وبعدين هيقعد 6 ايام؟ هيريح ولا هيكملهم لسته؟ لا هيكمل السته وهيسافر تونس 14 او 15 يعني في 3 ايام تانيين بالظبط. مش سته كده. هيسافر تونس 14 او 15 يونيو ان شاء الله. والكابتن سيد عبد الحفيظ لمزيد من التركيز عمل فرمان بالحظر الاعلامي على الكل. كل اللعيبه تبدا تدخل. والله يعني اتمنى اللعيبه من نفسها تعمل الحظر ده. حظر ذاتي. لان هو ده الحل. هتقرا ناس بتحبك وناس ما بتحبكش وناس مغرضه وناس متفانيه وناس يعني مندسه وناس قلقانه هتلاقي صنوف كتير. فمش يعني احسن حاجه يا ريت يا ريت نعتبر نفسنا في مهمه يعني تستدعي الفقاعه الاعلاميه. الفقاعه الحظر توحشتك الفقاعه طبعا دي. اصل الله التعبير ده كويس قوي. هو محتاجين فقاعه اعلاميه. طيب هنطلع بقى لفاصل وبعد الفاصل تحيه لفرقه الرافال. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا خفافيش الظلام وخطورتهم والمسائل لن تتوقف وكل الامل وكل الهدف ان يكون في فعلا وقفه جاده خاصة فيما يتعلق بالعلاقات. ده كان في مقالي ومقاله. لكن الكلام الكتير المهم دايما كما تعودت في الغربال. تحية لفرقة الرافال الأهلوية. الحقيقة وأنا بطلع إحصائية عن أكثر أندية العالم تتويجا ببطولات الكرة الطايرة الإنجاز اللي بيحققوه لاعيبي النادي الأهلي والأرقام اللي وصلوا لها فكرني بطلعاتهم القوية بالطائرات الرافال الفرنسية اللي مصر عززت قوتها الجوية بيها. القوة الجوية المصرية ما شاء الله يعني تدعم خير أجناد الأرض وتخلي القوة المصرية العسكرية حاجة مفخرة لكل مواطن مصري وعربي. أداء الكرة الطائرة الأهلوية كمان مع تشابه الأسماء مفخرة لكل رياضي. عارفين فريق الكرة الطائرة في النادي الأهلي واخد كام لقب؟ إحنا في الكرة بنزاحم ريال مدريد على البطولات القارية في الكرة. لكن في الكرة الطائرة الأهلي أكثر أندية العالم حظرا للألقاب. عنده 81 بطولة. اللي بعديه كام؟ الفريق الكرواتي هاوك ملاودوست الكرواتي 66 بطولة. يعني احنا بنزاحم ريال مدريد بس ما حدش بيزاحمنا. دي طيارة بعدت في أجواء بعيدة جدا. خرجت بره متابعة الرادار الرياضي العالمي. سيسكا موسكو الروسي العتيد عنده 58 بطولة. أولمبياكوس اليوناني عنده 53 بطولة والهلال السعودي عنده 52 بطولة. فالأهلي في الكرة الطايرة
أكثر أندية العالم حظا للبطولات. أنا لما شفت الإحصائية رجعت لصديقك العزيز الدكتور طارق الأدور، وهو واحد عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ومهتم جدا بإحصاءات الكرة الطائرة زي كرة القدم. فقال لي رقم الأهلي رقم قياسي وبعيد عن أي حد، والبرة المنافسة لسنين طويلة كمان. والحقيقة الفريق ولو رحت فريق السيدات عنده هتلاقي حالة إعجازية مماثلة. فأنت الكرة الطائرة الحمد لله يعني ماشية بشكل هايل جدا. ومثلا أقول لك حاجة، أنت خسرت من طلاع الجيش وإلا كان الدوري اتحسن من بدري. أيوه. فأعاد للزمالك فرصاته. أيوه. طلاع الجيش بدعم نفسه ببعض الناشئين واخدهم إعارات من النادي الأهلي. هم نجوم هذا الفريق أو من نجوم هذا الفريق. إذن أنت كمان صفك الثاني بتجهزه بره عشان تعرف أنك تستمر في هذه الحالة من التفوق. عندك تفسير لأن الأهلي بيملك ثقافة الكرة الطائرة أو سر اللعبة؟ ده شيء تاريخي يعني. إذا كانت السلة لا في الستينات وفي الستينات والسبعينات كان المنافسة شديدة جدا. ويمكن كانت أمل لزمالك سنة. لكن بعد كده الأهلي كعادته لما بيركب في مرحلة ما بيبعد، بيقدر يعرف السر اللي أنت بتقوله، أنك أنت على طول مهتم بالناشئين. والمكسب معدي. وكذلك الهزيمة. طبعا. فاللي بيتربى على الانتصارات، انت لما تشوف نتائج الناشئين رجال يعني وسيدات وناشئين وناشئات اكتساح اهلاوي. يمكن بطوله ولا حاجه فاتت، فتعرف ده جاي منين؟ ان النهر متدفق. النهر متدفق وخلاص، عارف انت الخلطه، فقادر تمشي عليها في قطاع الناشئين. النهارده عشان كده الاهلي اصبح يولي كره السله وكره اليد اهتمام كبير جدا. طبعا. لأن كرة اليد قريب جدا من انها تتفوق. كرة السلة يعني بقالنا موسمين شايفين تطور فيها. المنافسة جديدة جدا في كرة السلة، المنافسة ثنائية في كرة اليد. النادي الأهلي خد الكاس والزمالك خد الدوري. لكن اعتقد ان الامور في اللي جاي بإذن الله الأهلي ايضا يستطيع ان يحقق النجاحات في كره السله كره اليد. اعتقد حتى وهم بيحتفلوا زي تنس الطاوله يا استاذ ابراهيم. هتقول لي السر ايه؟ من زمان، ما انا كنت قعدت 9 سنين ولما جيت كان فريق تنس الطاوله تقريبا كله ما عدا السيدات والرجال. فاميلي يعني متجوزين من بعض وقرايب بعض وكده. ففضلوا في النادي الاهلي لان الملعب كانت هذا زوجي مختلط بجد بقى. وبنتين ناشئات واثنين رجال. وبنينا على كده. من يوميها كمل الدكتور علاء مشرف، الدكتور وفيق، وبعديه علاء ونهال والولاد. لا انا بتكلم على الادارات. ما هو انا كنت قعدت 9 سنين، جه الدكتور وفيق قعد له كام سنه رحمه الله عليه، جه علاء بعد كده كبطل ثم مسؤول. خلاص الخلطه اتعرفت. فربنا بيكرمك وعندنا ملاعب مش موجوده في حته. يعني الصاله المغطاه اللي هي اسفل مدرجات مدينه نصر، حمام سباحه مدينه نصر، ما فيش نظير له. جت كده ممثل يعني زي ما لغينا يعني ملاعب كره اليد علشان نبني اوض ملابس، لا ده احنا خلقنا مساحات بالاف الامتار تحت حمام سباحة مدينة نصر. أصبح عندك أعطيني ملعبا أعطيك بطلا، دي القاعدة. بمناسبة الغرف الملابس، امبارح الناس انزعجت جدا وقلقت على الحريق اللي نشب في النادي الأهلي. والقصة يا جماعة ده المدرج القديم اللي مجلس الإدارة واخد قرار بهدمه، وبدأت أعمال الهدم فعلا تتنفذ. الشركة المنفذة لأعمال الهدم وهي بتنفذ، طبعا عمال الهدد واضح أنه بيستخدموا نشر الخرسانة القديمة، فيبدو انه تطاير شرار وماس فاشتعلت في الكراسي والخشب والحاجات الحطام اللي موجود اللي متخزن. ربنا نجى النادي الاهلي بجد، لانه التصور لما تشوفوا حجم الدخان وحجم الاشتعال في المنطقه ديت، كان بين موقع النار اتوبيس الفريق الكبير والصغير والصاله المغطاه،
في ظهر الحريق يعني قدام قدام جهاز الكوره، بينهم وبين بعض ما فيش يعني حيط. ف انت متخيل ان اعضاء النادي السواقين مش موجودين، الاعضاء والموظفين ورجال الحمايه المدنيه شالوا الاتوبيسات، شالوا الاتوبيسات. دي حاجه يعني مسؤوليه عاليه جدا طبعًا. جدا جدا، وحس لان ما قدروش يتواصلوا على ما يجي السواقين ويحركوها، ما استنوش، ودي انقذت الحمد لله الامر تماما يعني. الحمد لله. لكن هو الحريق في مكان محدود فتم حصاره يعني، وفي مكان بيتم هدمه يعني. يعني هو انت كده كده بتهدم يعني، ما فيش خسائر حقيقيه بالمعنى الخسائر. الحمد لله كلها يعني حاجات متخزنه. لكن الحمد لله. الحمد لله. طيب مستر بيتسو موسيماني اللي هيكون ضيف الكابتن اسلام الشاطر، وان شاء الله تستمتعوا بلقاء خاص ثري جدا الليله في حفله هتلاقوها مختلفه جدا. بدا يدخل امزجه الجماهير وبعض الكتاب، وده من واقع النتائج، من واقع النتائج اللي بتتحقق والعلامه الكامله اللي المدرب بيعملها. واضح جدا ان الناس بدات تدرك انه القرار اللي اخده النادي الاهلي بالتعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني كان قرار مدروس بجد، لانه الاقي في الاهرام العربي الاستاذ عماد انور في مقاله مهمه: من جماهير الاهلي الى موسيماني حيرت قلبي معاك. في كلام عن تجربه هذا المدرب وازاي الظروف كانت بالغه الصعوبه، وازاي قدر سريعا. حتى بيحكي الكاتب انه مستر بيتسو موسيماني من البداية قال للكابتن الخطيب: أنا جاي وعارف النادي الأهلي، جاي وعارف إن هذا الجمهور وهذا النادي لا يرغى لا يقتنع بغير التتويج. فباستمرار فكره بطولي هاو تو وين. خلفيته جاية من انتصارات، من نجاحات، خلفية إفريقية، مدرب ذكي يقدر يعني يلعب بالمعطيات اللي عنده بالظبط، سواء نقاط القوه الضعف هوم تارجت هو رايح للهدف، وراجل حافظ كل شيء عن النادي الاهلي، وكان يتمنى انه يضرب النادي الاهلي، كان يتمنى. بص عايز اقول لك على حاجه من المفارقه العجيبه. بيتسو موسيماني وقع في غرام الاهلي في الاستاد هنا، وقعد بالتليفون يلف وهو بيصور مشهد الجمهور. ايوه باندهاش وانبهار، حرم منه هنا باندهاش وانبهار. تلف الايام وجمهور الاهلي في الدوحه يحط مستر بيتسو موسيماني في نفس الموقف ويهتف له بنفس الهتاف، ويقف بيتسو موسيماني بالموبايل باعداد اقل وفقا للمسموح بيه. مش اعداد يا استاذ ابراهيم. المره دي الجمهور شايل صورته في المدرجات، عامل له احتفاليه يعني. هو المره دي بيصور جمهوره مش جمهور الاهلي. بالظبط. جمهوره مع جمهور الاهلي طبعا، لكن في المره اللي فاتت كان منافس، هو جاي الاهلي كان منافس له فكان منبهر، فانه يجد نفسه المره اللي فاتت كان يلاقي ان الجمهور ده شال صورته. المره اللي فاتت منبهر والمره دي ممتن، وتشوفوا الهتاف في الدوحه اللي جماهير الاهلي ورابطه محبي الاهلي وعشاق الاهلي في الدوحه ليهم كل التحيه. بيتسو بيتسو بيتسو، ما أجمل أن يأتيك الإنصاف في اللحظة المناسبة، وما أحوجه لهذا الإنصاف. وما أحوجه. في ناس عمالة تدور على كيف تهيل التراب على كل صورة جميلة. هو إزاي تعرقل للأهلي؟ هو ده هدفه؟ ما هو طبعا، عشان كده بقول لك ما أنت مش لاقي طريقة تانية. لازم هتقول كده، نادي الدولة، التحكيم، الحلال والحرام، السحر وشبرخيت، مش عارف ايه، بيعرفوا من الاتحاد الافريقي ايه، عايشين الليلة يعني، وتظل تكذب حتى تسمى. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة في بعض الصحف طوال الفترة اللي فاتت لو طلعتوا عناوينها ومنشطاتها تستغربوا جدا. الموسم انتهى والاهلي ماشي لعيبه
وموسيماني أبلغ إدارة الكورة. ده شهر ونص دلوقتي كل يوم موسيماني بيمشي حد، وكل يوم موسيماني له طلب، وكل يوم بيمشي لاعب، وكل ويقرر ويبلغ لجنة التخطيط، وصدام بينه وبين لجنة التخطيط، وصدام بينه وبين، يعني الناس دي ازاي بتقدر تقول كلام هي نفسها عارفة انه غير حقيقي ولا يصدق؟ يعني هو ده موسيماني لو كل يوم بياخد قرار ويبلغ بيه البهوات اللي بتقوله مش هيشتغل امتى؟ يعني والحمد لله انه موجود النهارده، هو كابتن سيد ادي الجمل وادي الجمال. مين بلغ مين؟ واعرفوا بقى مين بلغ مين؟ كابتن اسلام هيقول لكم من خلالهم مين بلغ مين؟ هو طول النهار على لسان الراجل حاجات تضحك يعني. لا وكان بيمس علاقات اللعيبه بالنادي. ما هو ده المقصود انه ده مشي وده مشي وده مش هيكمل وده في التصفيه عشان مستقر بيدور لك على حاجه تهدد استقرارك. متهيأ له ان ده توقيع. ما يعني طب ما انت جربت وما نجحتش. وحتى اللاعب اللي طب ما تجرب كده تنشغل بنفسك، ما تجرب تفكر انك تاخذ بالاسباب بدل ما انت كل حاجه بتدور على الحجه قبل يعني وكانك تمهد للاخفاق. طول النهار حجج 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 حجج. هتعمل ايه؟ الزمالك فرقه كبيره جدا لا تستحق هذا النوع من اللي متصورينه خدمات او دفاع. الزمالك زي ما قال حد قريب مش عارف اسلام ولا ميد ولا يا جماعه كفايه حجج بقى واشتغلوا شويه. يعني سيبوا الناس تشتغل، سيب الناس. ايه الضغوط اللي محطوطه على اداره الزمالك دي بالطريقه بتاعتكم دي؟ ايه التبريرات اللي انتوا عمالين تخلقوها والناس لمجرد انك انت بتكلم الراي العام مش بتشوف شغلك. الحديث مع الراي العام ده اسهل حاجه لان الناس اللي قاعده في البيوت على الفيسبوك بتعمل كده. لكن انت دورك تنويري، دورك دافع يا اخي عن الزمالك لو له حق، دافع عن ابرز انتصارات الزمالك، ابرز عندك جوانبك الايجابيه اللي تشتغل عليها، ادعم ادارتك. صحيح، مش طول النهار زانق اي حد يجي بكلام من هذا النوع. والناس بتيجي وناس محترمه جدا وعايزه تعيد الاجواء الى طبيعتها وتمشي في الطريق السليم. انا شفت فيديو للاستاذ محمد الاتريبي وهو بيستدرج لحكايه بيتكلم على المهندس مصطفى فهمي مثلا، فبيقول المهندس مصطفى فهمي وقع في راجل زميل مدرسه معايا وكان وكان وكان، يقول له بس اهلاوي، قال له طب ما بس اهلاوي جدا، قال له طب ما انا زملكاوي جدا. محمد الاتريبي، الاستاذ محمد الاتريبي بيقول له كده. ده هو فاهمني، والباقي قال له ايه؟ وبعدين يقول له ما ده اللي اداهم نادي القرن، قال له لا لا ما تدخليش انا في الكلام ده، واخد بالك؟ وقف واحد محترم الله هيحاول يعمل الصح. طب ما يا كابتن ابني مع الراجل ده على حاجه جديده تفيد بيها النادي، مش على طول متوجس من مؤامره. اتعملت دي ليه؟ مش عارف ايه؟ طب روح بقى يقصد كذا. طول النهار والليل كده بقت مدرسه منتشره. ويروح يجيبوا بقى اللعيبه اللي هي ايه تقدر تقول كلام سلبي عن النادي الاهلي وتسب الاهلي وتشكك في بطولاته وتجرح فيه. ايه الشطاره في كده؟ طب ما هو قدام كل واحد ممكن يطلع 10 يردوا عليه، بس لا ده دورنا ولا ده اعلام ولا ده يفيد الرياضه في حاجه ولا يفيد الزمالك ولا يفيد الاهلي. بالتاكيد عشان كده بنحاول في استجلاء الحقيقه نحاول نكشف كل حاجه بعظمه لسانه. شوفوا بقى أكاذيب الضغط وضغط الأكاذيب الاتنين ازاي تقدر تخلق من ضغط المباريات اللي انت متصورها او اللي هي واقع في بعض الفترات، تخلق منها أكذوبة كبيرة جدا مجافية ومناهضة ومخالفة للحقيقة تماما، بس تحاول تخلق منها كذبة. وازاي حتى هذا أو هذه الكذبة يفضل يتضغط بيها على أساس ادعاء المظلومية وغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص، وتفضل اللبانة كل يوم لو في عدل، لو في تكافؤ فرص، لو في عدل كانت خلصت بدري. ما احنا قلنا، مش انت عملت حسابات طلعت تيجي 18 بونت؟ صحيح، ليك وعليك. هنيجي طبعا لأكاذيب الضغط وضغط الأكاذيب، لكن
الملاحظ ان حتى الكرة يا جماعه والرياضه كل النخب بتتابعها، ما عادتش قاصره فقط على جمهور العادي اللي في الشارع واللي على القهاوي، لا الكرة لعبه راقيه، صراعها وتنافسها بيجتذب كل المستويات وكل الشرائح الاجتماعيه والثقافيه والفكريه. لفت نظري جدا الاستاذ عمرو موسى، واحد من قامات الدبلوماسيه المصريه النابغين الحقيقه، سئل عن انتمائه الاهلاوي وعن اللاعب اللي بيعجبه. نشوف الاستاذ عمرو موسى. تابع كره اجنبيه؟ بتابع احيانا كره اجنبيه، بس انا متابع للكره المصريه، وهنا هنختلف ونتخانق عشان تبقى عارف يعني. متابع الكره المصريه؟ هنيت النادي الاهلي ولا لا؟ هنيت النادي طبعا، تهنئه كبيره. بس كده بخمس دقايق انت بتاخد كل ملف ياخد منك تلات اربع ساعه، الملف ده ياخد ثلاث دقايق. النادي الاهلي بيبقى دقيقه ونص، دقيقه ونص يا دوبك يعني. انما انت بتتابع النادي الاهلي وعارف اللعيبه الجداد. بس مش متخصص قوي. انما يهمني شوف شريف ومحمد طاهر. محمد شريف ده كويس قوي. ده انت عارف اهو. امال ايه؟ عجبك الجول الاخراني اللي مش بس الاخراني والاولاني. بقول له مش الاخراني بس، لا والاولاني. بيفكروا بجون الزمالك. طبعا جميل جدا ان الحديث كده في الكوره. أيوة. واخد بالك بالروح بتاعت عمرو اديب واهلاوي واتنين بيتكلموا في دعابات في جو مرح في ما فيش مجال للتحفيل يا اخوانا والنبي انسوا الموضوع ده. والله ما جعلت الرياضه لهذا. الرياضه عشان الناس تستمتع، مش طول الوقت بتفكر ازاي تقلب الحقيقه وتجرجر وراها ناس بتصدق وبتقع ضحيه هذا الكلام. طيب تبص في الجرايد برضو، صحف بعينها ماسكه كهربا، كهربا هيمش، كهربا خلاص، كهربا بره الاهلي، وكلمات غريبه جدا عن موقف كهربا مع النادي الاهلي. الفريق في نص الموسم عنده ارتباطات كتيره، لكن لما كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره سئل عن موقف كهربا في الام بي سي، نشوف راي مدير الكوره قال ايه. كهربا من احسن بيتمرن الاسبوع اللي فات على فكره. انا قلت الكلام ده والله يا كابتن يعني. زيد قلت الكلام ده اول لا بيتمرن كويس قوي. حتى من يومين قال له انا مبسوط جدا من طريقه تمرينك وانت بتتمرن كويس قوي قوي قوي. سيماني قال لي كهربا كده؟ يعني يوم الاربعاء اللي فات. ما شاء الله، ده في تطور كبير يا كابتن سيد. انت عايز ايه؟ لا والله ده حاجه كويسه، ده انت يعني اسعدتني ان موسيماني يقول لي كهربا كده. اعتقد يعني معنوياته ونفسيه كهربا هتبقى في حته تانية. بص، هو التدريبات اسباب بتدي لك النتائج في المباراه على طول. يعني نتائج المباراه سواء كان اداء جيد او احراز اهداف او التفوق ولا حاجه، تعرف على طول ان كان قبليها حاله من الجهد والعرق والتعب والتركيز في التدريبات، فربنا سبحانه وتعالى بيدي لك على طول. واعتقد ان زي ما التوفيق مهم جدا، لكن كمان من الحاجات المهمه قوي هي يعني اسباب التوفيق ده بيجي ازاي. يعني بص، الملف بتاع الكابتن كهربا مهم جدا، والكلام اللي قاله كابتن سيد ده فيه انصاف وبيوضح ان الراجل واخدها جد. لما تلاقي يتطابق هذا، مش موسيماني بقى وكابتن سيد، ده كابتن الخطيب بيدي له مكافاه اجاده على اجتهاده. انا كنت مع وانا يعني داخل قابلت نجوم الاهلي ايمن شوقي، كباتن كبار، وسام عرابي، وشريف عبد المنعم. فكابتن شريف عبد المنعم بيقول لي يا ريت حد يقعد مع كهربا يقول له انت مش محتاج تثبت حاجه، احنا كلنا بنثق فيك. ايوه، لان ده كلام مهم على هو بيت. النهارده نزل بيقول لي صعبان عليه، عايز يعمل كل حاجه، عايز يثبت للناس انا جاهز، انا مجتهد، انا بتحرك كتير، انا. فبتكون نتيجه ان بيبقى في نوع من الايه، تضارب القرارات، الشده والارتباك. طبعا. وانا بضريبه قال لك ده كلام كابتن كبير، وانا بقول لك كلنا شايفين يا كابتن كهربا انك انت بتجتهد، وشيل من دماغك كل حاجه بره الملعب، ما انتش مش محتاج تثبت حاجه لحد، العب بسلاسه، العب بامكاناتك، بمهاراتك، بفكرك، بانضباطك، بجماعيتك وحبك لزمايلك، هتجد المردود مؤكد، ما تقلقش. طيب الحاوي، عايزين تشوفوا سر
الاهلي واجواء الاهلي وتفوق الاهلي، وليه اللعيبه دي فعلا بتحقق كل النتائج؟ وليد سليمان لما يكون ضيف او في مداخله يتكلم، لا يتكلم على نفسه ولا زكى نفسه ولا افتكر نفسه، يتكلم عن زمايله وتعب زمايله ربما اللي بينافسوه في مراكزه في نفس المركز. نسمع الحاوي. شايف تألق صلاح محسن ومحمد شريف ازاي؟ دي حاجه كويسه، اللعيبه بتشتغل. يعني بص اقول لك حاجه مهيب، طول ما انت شغال، انا دايما بقول الكلام ده ويمكن قلته معاك على نفسي كمان، انا طول ما انا قاعد على الدكه بس انا شغال. اللعيبه دي كانت قاعده بس كانت بتشتغل على نفسها كويس جدا، بتتمرن، لما جت لها الفرصه مسكت في الفرصه واثبتت للناس واثبتت للجهاز الفني ان انا اقدر العب وان انا استحق ان انا التيشيرت النادي الاهلي والعب في الاوقات الصعبه. عشان كده ربنا بيدي اللي بيتعب. صلاح محسن الفتره اللي فاتت كان بيتعب في التدريب، ربنا كرمه، كذلك شريف، اي حد بينزل ربنا بيوفقه. ده مش من فراغ مهيب، ده من تعب وبيتمرن وبيستنى الفرصه، وكل الناس بتتمرن ومستنيه الفرصه. ده الانديه الكبيره وده النادي الاهلي بالاخص، ان اللي موجودين فيه مش موظفين، ولا اللي موجودين فيه في زعل ولا مش زعل، لا، مصلحه الفرقه اولا، زائد ان في بيحترموا وجهه نظر المدير الفني، زائد ان انا بحترم الكيان اللي موجود فيه، زائد ان انا بشتغل لحد بتيجي فرصتي، ولما بتيجي فرصته بيلعب وبيتالق زي ما شفنا صلاح وشريف، ودي حاجه كويسه، وهم لعيبه كويسه وسنهم صغير، وان شاء الله ربنا يوفقهم الفتره الجايه باذن الله. شوف الكلام على الكابتن وليد يعني هيبقى معاد ومكرر، لان الاشاده به الحقيقه باخلاقه وبانتمائه وبحبه وبعطائه وبانضباطه وباخلاصه وبتضحياته للنادي الاهلي ما بقتش محل يعني ان الناس يعني احنا بنذكرهم بس. لكن هو النموذج الرائع الباقي انك انت تقول يا جماعه اللي عايز يلقى التقدير ويخش قلوب الناس اهو النموذج ده. السكه اهي. الإنصاف مهم، إنك تتكلم عن ناس أصحاب العطاء وتشيد بعطائهم، لأن ده اللي هيخليهم قدوة لغيرهم. أيوة. يعني أنا برضو من ضمن الناس الذي التقيتهم الكابتن المخضرم عادل طعيمة. فبيقول لي أنا بتابع ملك وكتابة يا عم صانع الأجيال. وبيشكرنا أن إحنا لما جينا نتكلم على يعني الموقف بتاع الأشبال بتاع الكابتن الجوهري ذكرنا دوره وقلنا ان الراجل ده صاحب مدرب الفرقه اللي فازت. هو صاحب الفضل الاول لانه طبعًا كان مدرب الفريق ده طبعا، وهو كان مقرر ان هو اللي هيكاتشن عليهم في الملعب، وهو لسه راجع بيهم، كانوا في معسكر في المانيا. صحيح. فجاهزيتهم هي جاهزيه الفريق الاول، الجاهزيه الكابتن عادل طعيم. ايوه. فكل اللي حصل الكابتن الجوهري اتعرف عليهم قبل الماتش بيوم. فلما احنا بنذكر هذه الحقيقه بنذكرها ليه؟ بنحفظ حق الكابتن عادل. ما اظلم الا يذكر ادوار الناس. صحيح. وما ابدع واروع وارقى انك تدي الناس حق، تحفظ حق كل واحد. عشان كده الكابتن وليد سليمان لما اتكلم على نقطه مهمه، رساله لكل اللعيبه، هتقعد على الدكه لانه قانون الكوره هتلعب ب 11 وعلى الدكه بقيت 18، بس لما تقعد على الدكه الرساله اللي قالها الحاوي هي رسالة محمد شريف وصلاح محسن، الاثنين من أهم المهاجمين دلوقتي، الاثنين الكابتن حسام حسن بيعتمد عليهم دلوقتي. يعني حتى لما اتكلم لا، هو لما سئل على الاثنين دول تحديدا قال لك اشتغلوا على نفسهم كويس، ركزوا كويس قوي، استغلوا الفرصة لما جت لهم، لا قضوها كلام ولا رغي ولا هبد ولا شكوى ولا عياط، لا، لما جت له الفرصة بقى شريف مهاجم مصر الأول وصلاح محسن وراه برضه، سواء في المنتخب الاول او الاولمبي. بس خلي بالك كل لعيبه الاهلي لعيبه كبار، فاي لعيب كبير بينافسه لعيب كبير، فهو مش قاعد يعني، لا هو قاعد يتنافس. وزي ما انت بتقول انزل اثبت وجودك، ويكون الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب، يعني الكابتن شوقي معتمد على صلاح محسن اساسي، لكن قريت تصريحات للكابتن حسام البدري قال من ضمن الناس اللي في خطته صلاح محسن زي محمد شريف كمهاجم أساسي، هي دي ثمرة الالتزام والانضباط والعمل الإيجابي اللي بجد اللي اتكلم عليه وليد سليمان. ناخد بالأسباب. لما اتكلم وليد على ماتش الترجي، وليد كان له باع مع الترجي قبل كده في رادس، طبعا يا ترى باصص للمباراة الجاية ازاي؟
على مباراتي الترجي، وخاصة هيبقى في بعض الغيابات. مباراتين الترجي، لعيبه النادي الاهلي محتاجه ايه في الماتشين دولت؟ لا احنا بص يا مهيب، الحمد لله كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي مؤهله انها تلعب نهائي ومؤهله انها تلعب ماتشات. انت بتلعب في النادي الاهلي، موضوع ده مين يلعب مين ما يلعبش دي هترجع برضو للجهاز الفني وترجع للي جاهز، لكن الموضوع بيفرق في حته التوفيق. احنا بس اللي احنا محتاجينه ان التوفيق يحالفنا بس، لكن كل اللعيبه رجاله وكل لعيبه على مستوى كويس جدا، وكلنا بنشتغل وكلنا بنتمرن وجاهزين يعني، وربنا ان شاء الله يكرم ويوفق ان شاء الله. موسيماني، عارف انت جبت كام جون في الترجي؟ اكيد يعني اكيد هو بيذاكر كويس جدا الفرقه وبيبقى عارف مين لعب ومين ما لعبش، بس ان شاء الله ربنا يعني يوفقه في اختيار اللي هيلعب، وان شاء الله ربنا يكلل مجهودنا ونحقق البطوله الغاليه لجمهورنا العظيم ان شاء الله. يعني 10 ممكن باذن الله ان شاء الله. انت يعني بص، في النادي الاهلي احنا ما بنلعبش غير على البطوله، ما بنلعبش غير على المركز الاول، لكن ما بنبصش لاي حاجه تانية. ان شاء الله باذن الله يحالفنا التوفيق وتكون العشرة من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن وليد، اخيرا اهم بطوله بالنسبه لك السنه دي؟ اهم بطوله ان شاء الله افريقيا. افريقيا ان شاء الله. افريقيا يعني لما لعيب كبير زي كابتن وليد يتحدث عن البطوله الاهم، وده اللي اهم حاجه في حديثه ده، هي هتكون العشرة، وان دي باذن الله يعني الهدف والتارجت اللي لازم الفريق يسعى اليه. هو راجل مدرك مسؤولياته وطموحات النادي الاهلي وجماهيره. العشرة دي يا جماعه عارفين تعمل ايه؟ تخليك بينك وبين ريال مدريد فركه كعب. صحيح. لان انت دلوقتي لو ربنا كرمك بيها، دلوقتي انت في 4 ماتشات هتبقى 3، وعندك 1 سوبر وصلحه، يبقى ممكن يبقوا 2 يعني بطولتين. اذا انت البطوله دي مهمه جدا جدا جدا، لانها سوف، وريال مدريد السنه دي مش مشارك، ما اعرفش. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انت استمرارك في حصد بطوله بعد بطوله هو ده المكسب. لا انا ببص لها بقى بالمعيار اللي الناس بتحبه، الرقمي. فانت يا رب العشرة دي، لانها هتعمل حاجات كتيره قوي باذن الله. طيب ضغط بقى الاكاذيب واكاذيب الضغط، مين اللي مضغوط؟ انك لما تسمع الكلام تحس ان النادي الاهلي، المهندس عادل قال تعبير الاسبوع اللي فات، قال لك هو الزمالك بيلعب دوري والاهلي قاعد في الساحل. ما الاهلي ما بيتفسحش، احنا عارف ده. الاهلي شقيان بيروح اقصى جنوب القاره ويجي يطلع على قاره اسيا، رايح هنا في بطوله وجاي هنا في بطوله، وفي حاله سفر دائم. المؤجلات جايه لان عنده ارتباطات من بطوله عالم لدوري الابطال لكاس السوبر، لكن ما زال الكابتن طارق يحيى هو راجل مدرب، يعني المفترض مدرك ابعاد الامور عن بقيه الناس. بس اللحظه والظرف بتجبره على انه يقول الكلام، انه مفيش تكافؤ فرص. نسمع كابتن طارق يحيى ونشوف مين اللي هيرد عليه. انا عايز اقول لك ان هذا الدوري دوري ليس فيه عدم تكافؤ فرص وليس فيه عداله. ازاي؟ انا النهارده لعبت مباريات اكتر من المنافس بخمس مباريات، ست مباريات. النادي المنافس عنده شهر 6 كله اوف عشان قبل النهائي، وخد 7 كمان اوف عشان النهائي لو وصل، وان شاء الله ربنا يوفقه. طب اديك من البيت ايه؟ من الشعر بيت؟ احنا 6 بس بقيه الفرق هو لاعب 7. هل يا خالد انا لعبت مثلا الجونه اول امبارح ماشي؟ هل لما يجي النادي المنافس يلاعب الجونه هل هيلاعبها بنفس الظروف والمحيطه بالجونه في توقيتي انا لما لعبت الجونه؟ لا طبعا، استحاله. اولا انت عندك فرق كمان اسبوعين ثلاثه هيبان مين اللي هبط. كمان اسبوعين ثلاثه، قول شهر، قول شهر، كمان شهر الاهلي مش هيلعب ولا ماتش، هيكون عارف مين هبط. اكيد النادي الاهلي عنده ماتشات مع هذه الفرق، فالقصص بالنسبه لها محسومه، خلاص انا هبط. يبقى هنا انتفت قصه مبدا تكافؤ فرص والعداله. مفيش عداله، انت هتحسب ايه؟ طيب يا كابتن طارق، الفرق الهابطه يعني في
في هم ما بقوش كتير، اربع خمس فرق، وفي ناس منهم تقريبا موقفهم اصبح شديد الصعوبه، وفي منهم فرق خلاص الاهلي لعبهم. لكن هو ده اللي شاغل دماغك. هو انت لما لعبت الجونه لعبت ايه بعديها؟ لعب حاجه؟ لا. طيب النادي الاهلي دلوقتي لما بيتاجل له ماتش بيروح الساحل ولا بيسافر عشان يلعب في افريقيا وفي كاس العالم للانديه؟ ولا دي مش ماتشات؟ ولا ده مش ارهاق؟ هو كمان ولا ده مش تغيير مناخ؟ وبعدين انا عايز اقول حاجه يا سيدي، هو انت لما تكون مرهق، طب ما احنا ده الاهلي بيقوله، بيقول الدوري احنا تعبانين مرهقين. طيب انت بتتكلم الاهلي عن شهر 6 و7، هو 6 و7 جم. انت بتتكلم الاهلي بالنسبه لست. يعني والاهلي مش مرهق في شهر 6 و7. بقول لك الاهلي كله اللي فات، بقول لك الاهلي كله في شهر 6 اوف، ما عندوش ماتشات. طب والزمالك عنده ايه؟ ما هي دي النقطه. انا بس علشان شهر 6 في ملحوظه بس، والنبي عايز اخلص دي الاول. لان ده اللي بيستغرب له كده. اصل الاهلي مش مضغوط ليه؟ عشان 6 و7 اجازه. هو 6 و7 هو انا بكلمك انا 6 و7 هو انا بكلمك في 6 و7 انا بكلمك في اللي فات، انا اتضغطت في اللي فات. انا بس عايز اقول حاجه، وانت هترتاح زيك زيي في اللي جاي. الكابتن طارق يعني من حرصه على حته ان الدوري ما فيهوش عداله تقريبا اثبت انه في عداله، لانه قال لك ايه؟ الدوري ما فيهوش عدم تكافؤ فرص. هو نفى نفى العدم. لا 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 هو عارف بيقول ايه. لا 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 هو عايز يقول لك ان الاهلي اللي بيقول لا 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 في عدم لا لا هو قال لك الدوري ده السنه دي يا جماعه. عارف قال ايه؟ قال لك الدوري السنه دي فيه عدم تكافؤ فرص. فيه عدم تكافؤ فرص او ليس فيه عدم تكافؤ فرص. ليس فيه عدم. ايوه نفى النفي. نفى النفي. فنفي النفي اثبات، يبقى لا لا عليك. بس سيبنا من الجزئيه ديت، انما الجزئيه المنطقيه بجد، هو مين قال لك في صالح الاهلي لما يلعب فرق متاخر الفرق دي تكون هبطت؟ طب ما يجوز ان الفرق ديت هتبقى متوقفه على ماتش. بالظبط. انت ليه اعتقدت ان الاهلي لما هيجي يلعب الفرق ديت مش هتكون محتاجه؟ ده ممكن تكون ماتشاتها مع الاهلي مصيريه بجد، هي وفقا للنتائج. هو انت عارف النتائج هتمشي ازاي؟ يجوز الاهلي يلاعب فريق مباراته مع الاهلي تحدد مصيره، يا في الهبوط يا في البقاء يا في مركز مهم. فانت الكلام قياسا على نتائج، على نتائج غيبيه، دي كلام مردود عليه. ولما خططت انت للنتائج الغيبيه يا استاذ ابراهيم، وقلت ان الدوري بدل ما يخلص كله قبل كاس الامم الافريقيه، عشان ناجل. كويس، على اساس ان رمضان صبحي كان ايوه عقده يخلص، فتكون النتيجه ده اللي عايز اقوله. ما تقعدش تعمل حسابات مستقبليه. النتيجه ان اللي اتعور عندك او اللي يغيب عندك فرجان اساسي. طب انت عارف اللي جاي هيبقى فيه ايه؟ صحيح. وبالنسبه لسته يا جماعه، يا كابتن طارق، شهر 6 مش الاهلي اوف بس، الكوره اوف. ليه؟ لانه دي اجنده دوليه من 30/5 لغايه 15/6، دي أجندة دولية. اتحاد الكرة أدرك أنه الأهلي لما قال مش هقدر ألعب في الفترة دي لأن عندي اللعيبة المحترفين الأجانب مستدعيين، الزمالك كمان بعدها قال نفس الحكاية واستدعي لاعبيه المحترفون للخارج. فبالتالي طب أنت، ما هو الأهلي تأجلت له ماتشات في 6 والزمالك وكل الفرق النص التاني من 6، ما أنت بتلعب أن أنت هتلعب في تونس هتسافر 14 أو 15، هتلعب 19 وهترجع تستعد لمباراة العودة. هل الأهلي في الاسبوعين الاخيرين من 6 يلعب، يسيب الترجي ويلعب دوري عشان ما يبقاش اوف يعني ولا ايه؟ وبعدين ايه حكايه ما انا قلت المره اللي فاتت، مش كل ما اقول لك انا تعبان او تقول لما الدور والباقي عليا. يا سيدي وانت تعبان وانا تعبان، بس ما حدش قال لك انك انت يعني. احنا لما كنا بنتكلم ما ينفعش تلعبني وانا عندي سفريات لجنوب افريقيا وارجع من جنوب افريقيا على الدوحه وارجع من الدوحه مش عارف اعمل ايه، وقبليها بكاس العالم نفس القصه. بقول لك ان ده جدول غير ادمي. ولما عملنا جدول وعرضناه المره اللي فاتت بتاع ابننا اللي اسمه عامر العمايله، وقلنا له ان لما قال لك الانديه اللي لعبت اكتر انديه لعبت فارق يومين بس، طلع النادي الاهلي. طلع الاهلي ببعيد، طلع الاهلي، وطلع رأي عدد كبير حتى من الزملاء الإعلاميين عن مين المضغوط.
بعد الفاصل. طب اريحك قبل ما تطلع فاصل. انت كمان مضغوط يا عم. مضغوط كده؟ خلاص بقى كده بقيت مضغوط. خلصونا من الفيلم ده. نطلع للفاصل المضغوط. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه برضو الحاجه الغريبه جدا في قضيه الضغط وغياب العداله وعدم تكافؤ الفرص والشماعات الكتيره اللي انتم متابعينها وشايفينها، الاقي ناس فنيين محترمين كبار ومحللين ليهم قيمتهم بحجم الكابتن حازم امام مثلا، لا ما هو ما فيش دوري كابتن حازم، يقول لك لا ما هو ما فيش دوري، فريق لعب وفريق لسه قاعد وعنده 6 ماتشات، وكانه دي لاول مره تحصل. يا كابتن حازم، موسم 2016-2017 لما كان الزمالك مكمل في بطولة أفريقيا لعب أكتر من الأهلي، أو الأهلي لعب أكتر منه 4-5 ماتشات، يعني دي مش جديدة فكرة أن أنت الفريق المشارك في أفريقيا بتتوقف ماتشاته أو تؤجل مبارياته عشان عنده ارتباط قاري. أمر حصل مع الزمالك، بقول لكم مع الأهلي نفسه كمان ساعات هتبقى المواعيد واحدة اللي بالضبط. ما هي ما ده التضارب، يعني موسم 2016-2017 يا كابتن الاهلي لعب 8 مباريات من بدايه الموسم، كان 17 سبتمبر 2016 اخرهم كان 4 نوفمبر مع طنطا، يعني بداها 17 سبتمبر مع الاسماعيلي ومع طنطا كان 4 نوفمبر. عارف الزمالك يعني الاهلي لعب 8، الزمالك لعب نصه، يعني النص بالنص. الزمالك وقتها لعب 4 ماتشات ما فيش غيرهم، 29 سبتمبر 2016 مع التعدين، 27 اكتوبر مع سموحة، 31 اكتوبر مع انبي، و4 نوفمبر مع المصري. وكان ساعتها قال لك انا مش لاعب، انا هسافر يعني هسافر، وده كان بيحصل. يعني الاهلي وقتها لعب 8 والزمالك لعب 4، لا الاهلي اشتكى ولا بكى ولا قال لك مفيش تكافؤ فرص ولا اتهم الزمالك انه بيتعدل له الجدول، عنده مشاركه والاتحاد المسؤول وقتها حط الجدول بهذا الشكل، زي ما الزميل الاستاذ سيد علي استفزته برضه كلمه المضغوط المضغوط المضغوط، فجاب المهندس احمد مجاهد على التليفون عشان يقول له هو مين المضغوط بالظبط. نشوف. كل الناس بتقول احنا مضغوطين، الاهلي بيقول انا مضغوط والزمالك بيقول انا مضغوط، وانا الحقيقه يعني انا مش ارجو الناس ما تحسبش ان انا منحاز لاي شيء، انا مش شايف حد مضغوط غير النادي الاهلي يا احمد بيه، بغض النظر عن انتماء البعض للاهلي او الزمالك وتلك التصنيفات. وانا كنت ارى احيانا ان المفترض ان احنا كل الانديه لما يكون اي نادي بيلعب باسم الدوله المصريه كلنا بنساعده، انما انا بشوف مساله تكافؤ الفرص احيانا ربما يكون قول حق يراد به بعض، مش عايز اقول الباطل يعني، فماذا ترى؟ لا هو اولا تكافؤ الفرص هي مساله طبعا زي ما حضرتك بتقول، هي مساله كمان نسبيه، لان برضه الفريق اللي بيلعب في الخارج هو عنده ضغوط من ناحيه ثانيه، فمش من التكافؤ ان انا العب وهو مضغوط وحد ثاني مريح بشكل كبير. كل الانديه ضغطت في وقت من الاوقات، وكل الانديه قعدت فتره طويله ما لعبتش برضه، عشان نكون صادق. ايوه فاهم. يكون الضغط كان عند النادي الاهلي بشكل اكبر شويه، يليه بيراميدز يليه الزمالك، انهم هم اللي استمروا اكبر وقت ممكن. النادي الاهلي كمان كان عنده كاس العالم للانديه بالاضافه للسوبر الافريقي، المباراه اللي اقيمت في قطر وما زال مستمرا حتى الان، وبيراميدز برضه ما زال مستمرا في مسابقه الكونفدراليه. فطبعا طبيعي جدا هم يكون عندهم ضغط، لكن في الاخر هو مش الموسم، لازم نكون معترفين، هو مش الموسم الامثل للكره المصريه، لكن زي ما حضرتك قلت ان بدل ما نضحي بسنه وننهي فيها، بدل ما نضحي سنه وننهي فيها المسابقه ونخسر يعني اكتر من اللي حصل قبل كده، احنا بنحاول الضغطه دي تكون يعني سببا في ان احنا نغطي ما على ما حدث ونعيد المواسم لشكلها الطبيعي ان شاء الله. طيب واضح ان كل يعني حد اذا بعدنا عن الانصاف والتعامل مع الواقع فهتجد كلام من النوع ده كتير، كل حد هياخد الظروف ويترجم انها ضده. بالظبط كده، زي ما تيجي تتكلم انت يبقى الفار عمال مديك حقك وحق جيرانك وتتكلم على التحكيم والفار. القصه دي مش هتنتهي، لان هي حلها انك تبقى واقعي وتشتغل على نفسك، ده مش هيحصل. او على الاقل في القريب العاجل يعني. ممكن في ناس تانية تقول لك لا تعالى بقى
نسيبك من الكلام الفارغ ده والحجج، تعال شوف الارقام. لا ونشتغل. هيبتدي المبرر ده يقل وهتجد نفسك امام ناس بتخطط، خاصه لما تشوف جدول وارقام وحقائق. كل فريق لعب بره البلد نفسها، بره القاهره كم ماتش، وسافر بره كم مباراه. كابتن مدحت شلبي حب يعمل هذا الجدول عشان يقول لهم هو مين المضغوط بالظبط. نشوفه. فيما يتعلق ب النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز باعتبارهم دولت يعني الفرسان اللي في الصوره شويه، ده لعب كم مباراه في القاهره وكم مباراه في اسكندريه وكم مباراه، يعني تحمل عبء السفر وكذا وكذا، وبعدين هقول لكم بعد كده اتضغط كم مباراه كل فريق خاصه الاهلي والزمالك. لو حطينا الاحصائيه الاولانيه اللي هي احصائيه لعب المباريات بالمحافظات والدول المختلفه بشكل عام، القاهرة بالنسبة للنادي الأهلي لعب في القاهرة 18 مباراة، الزمالك لعب 22 مباراة في القاهرة، بيراميدز لعب 22. في اسكندرية الأهلي لعب 5 مباريات، الزمالك لعب 3، بيراميدز لعب 4. في السويس الأهلي لعب مباراة، الزمالك لعب 3، بيراميدز لعب مباراة واحدة. في الإسماعيلية الأهلي والزمالك ما لعبوش هناك، بيراميدز لعب مباراة واحدة. في الغربية الأهلي مباراة والزمالك مباراة وبيراميدز مباراة. في الغردقة الأهلي لسه ما راحش، الزمالك لعب ماتش، بيراميدز ما راحش. خارج البلاد هي دي بقى الحكاية، يعني في النهاية القاهرة اسكندرية سويس معلية مش عارف إيه، حتى غردقة بالطيارة ساعة زمن يعني، لكن الأهم خارج البلاد. الأهلي طلع 9 مرات، ده الموضوع بصراحة يعني. الزمالك طلع 3 مرات، بيراميدز طلع 5 مرات. يبقى حتى الإجمالي اللي تحت ده مش هعتبره يعني رقم قوي، لأنه أنا اللي يهمني في القصة دي كلها خارج البلاد. يعني الإجمالي بيقول لك إن الأهلي طلع 34 مرة، زمالك 33، بيراميدز 34، مش هقف عند دي، هقف عند اللي فوقيها. خارج البلاد الأهلي سافر كم مرة عبء السفر بقى؟ سافر 9 مرات. الزمالك سافر 3 مرات، بيراميدز سافر 5 مرات. وده منطقي السفر خارج البلاد، لأن الأهلي وبيراميدز مستمرين، والأهلي لعب زيادة كأس العالم للأندية. هو ده الكلام. إنما هنقعد بقى عشان يعني لأسباب ملهاش علاقة بكرة القدم ولا العدالة ولا الكلام اللي بيتقال ده، أسباب تانية خالص معظمها يعني مغازلة أو تبرير أو حجج عشان الجماهير يعني تعديها أو ترى المظلومية. العيش أن تعيش في المظلومية كثيرا لا يليق. عيش كما أنت كما، لكن في نفس الوقت ما تحملنيش لا يليق. والله العظيم ثلاثة الزمالك يستحق أفضل من هذا بكثير، إنه ما يلاقيش حد بيبرر له حاجات يترد عليها زي دي. يعني ده كويس النهارده دلوقتي لما الارقام تطلع تقول هذا الكلام. انا متاكد ان ده لن يكون رادعا، الجدول الرقمي ده لن يكون رادعا. هيرجعوا يلاقوا من الاسباب انهم يقولوا حاجات تانية، اي حاجه تبين المظلوميه وتبين التحيز. لكن ما يخص الاهلي والحمل البدني الكبير اللي على لعيبه الاهلي، يحسوا المدربين التانيين المنافسين حتى وهم بيلعبوا الاهلي، وده اللي قاله الكابتن احمد سامي المدير الفني الكفء لسموحه. نشوف. لكن انت الاهلي عنده افضل من كده. الاهلي الله يكون في عونه، يعني الاهلي بس انت فتحت حديث كده قلت الاهلي عنده، لا ما انا بتكلم امكانياته، ومعاهم مدير فني كبير جدا طبعا، اسمه كبير جدا وعامل نتائج فوق الوصف. لكن لا انا ما بتكلمش على يعني الشغل، انا بتكلم على عموما بيبقى ما انت معاك فرقه قويه وبيبقى نواحي تكتيكيه قليله بتساعدك اكتر القدرات الفرديه بتاعت اللعيبه. لكن طبعا النادي الاهلي فرقه عظيمه جدا، وموسيماني مدرب كبير. اكيد انت ممكن ترد عليا الرد اكتر من ان احنا لما نكلم بعض، اما بعض الناس تقول الاهلي محتاج تدعيم، الزمالك محتاج تدعيم. والله انا شايف الفرق كلها، فرقه الاهلي والزمالك مش محتاجين حاجه، محتاجين طبعا تدعيم في بعض المراكز اللي يبقى المستوى اللي بيلعب قريب اللي ما بيلعبش. لكن طبعا مثلا عندهم افراد مثلا الزمالك ملهاش بديل،
لكن الاهلي والزمالك مميزين جدا بان عندهم نواحي هجوميه بشكل كبير، لعيبه كلاس ايه، لعيبه عندها اصرار على التنافس واخداني الدوري، لكن كل العوامل موجوده طبعا والاستقرار موجود طبعا في الاهلي. الاهلي عنده افضل من كده، قال له الله يكون في عونه. لا بس قال له ما هو اذا كان عن نتائج بيحقق نتائج مبهره، اذا كانت على الظروف لا طبعا الله يكون في عونه. واشاد بموسيماني. شوف احمد سامي، كابتن احمد سامي يعيش حاله من التوهج والنجاح الحقيقه والنضج كمان، وما هو ما بيجيش الا بالنضج. ده بيبان بقى في الاتزان في الكلام. ممكن يبقى فلاترد كده ويحس ان هو يعني يقول اصل انا وانا وانا وبربع امكانيات بعمل وبسوي. لا هو الراجل في رصانه في كلامه، وكابتن حلمي طولان شايف ايه، وكل المدربين اللي بتيجي مش عايزه يعني او التي لا تريد ان تستغل جماهيرين بتنصفك تماما تماما تماما. ويتسال الكابتن شريف عبد الفضيل في الام بي سي، الاهلي يعمل ايه مع هذا الضغط؟ نشوف. في ظلم؟ لا 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 خالص. بص يا كابتن سيطاري، انا بتكلم في نقطه ثانيه خالص. فرق الدوري كلها في فرق بتضغط في 20 يوم بتلاقيها لعبت مثلا فوق 10 ماتشات تمام، وفي فرق ثانيه تلاقيها مريحه شهر او شهرين. فهي المشكله كلها خلل في الجدول من الاول، مش محطوط بانتظام، ظلم فرق وعلى فرق، ومش اهلي وزمالك بس، معظم فرق كتيره جدا. طيب المشكله دي حلها ايه دلوقتي؟ النادي الاهلي اكتر فريق مضغوط في المباريات، معروف. انا بشارك في ثلاث من ساعه كاس العالم للانديه، دوري مصري، كاس مصري، سوبر افريقي، بطوله افريقيا الجديده واللي قبلها. انا يعني خلصت قبلها، دخلت في الجديده. شوف بقى انا مشارك في كام بطوله ورغم ده بتكلم ان انا مضغوط، لان انا راجل بمثل الدوله، بمثل مصر، فانا محتاج برضو ان انا ابعد، ده طبيعي، لان الجدول انا ما يناسبنيش من الاول. اتحاد افريقيا كده كده حاطط مواعيد مبارياته من الاول، انت اللي عندك مشكله في ترتيب الجدول بتاعك. فانا لو هنتكلم انت كزمالك يعني ولا انت كاتحاد؟ لا كدوله اتحاد بس. الزمالك ملوش دعوه والاهلي ملوش دعوه والفرق المصريه ملهاش دعوه. كل خلي بالك هو الزمالك بينافس الاهلي والاهلي بينافس الزمالك، يعني عشان نبقى واضحين برضه. انا معاك يا كابتن شريف، مش عايزين يعني لا 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 الصوره يعني مش هنعومها قوي. مش هنعومها قوي كده. هو مين بينافس الزمالك؟ الاهلي. ومين بينافس الاهلي؟ الزمالك. الزمالك شايف ان هو المضغوط، والاهلي شايف ان هو المضغوط، والصح ان الاثنين مضغوطين. ده حقيقي. هو ده. طب انت مع لجنه نادي الزمالك اللي قالت مش هلعب الماتشات بتاعتي الا لما الاهلي يخلص مؤجلاته؟ طب والاهلي هيخلصها امتى دي؟ هيخلصها ازاي مؤجلاته؟ وانا عندي مشاركات افريقيه يعني، انا احلها ازاي دي؟ وفي منتخب اولمبي داخل كمان، انا احلها ازاي طيب؟ بص منظر الجدول. بص الزمالك كام؟ 24 مباراه. طيب الاهلي كام؟ 19. المصري كام؟ 25. سموحه كام؟ 24. المقصه كام؟ 24. بيراميدز كام؟ 21. بس بيراميدز معانا في الموضوع، مفيش كده مشارك بيشارك بقى. طيب من الجدول ده ومن كلام الكابتن شريف انا بس عايز اسال سؤال. الزمالك اتضغط الفتره اللي فاتت خلاص، والحمد لله وعدت، واصبح فارق النقاط بينك وبين النادي الاهلي 13 بونت. في خمس ست ماتشات، ست ماتشات موجودين ب 18 بونت ولا لا؟ ستة في ثلاثة. ستة في ثلاثة 15. قول فرق يعني، مش يعني اقصد اقول الفترة اللي جاية بقى بعد الاهلي ما يخلص ماتشات افريقيا، ناهيك عن الارهاق والسفر والتوتر العصبي وانك بتلعب على البطوله. اما بتلعب على البطوله ايه اللي بيحصل؟ في علم التدريب يقول لك لازم توصل البيك، اعلى معدل لياقه بدنيه وفنيه وجاهزيه نفسيه لازم في التارجت، في الهدف بتاع البطوله. تخيل انت بتعيش دي، هذه القمم في فترات متقاربه. طب الناحيه الفنيه تحصل ازاي؟ هو ده الارهاق. طيب هتخلص انت الماتشات دي لو ربنا وفق الاهلي وتجاوز الترجي، هيلعب الفاينل. ولو ربنا وفق الاهلي وكسب البطوله هيبقى كسب البطوله قمه القمم، هيرجع يلعب ماتشات مضغوطه شكلها عامل ازاي. هيرجع يلعب دوري انتحاري، الله اعلم بلعبته هيبقى حالتها البدنيه والنفسيه والفنيه هتكون عامله ازاي.
الارهاق هيكون بلغ مداه، لان انت في 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 معترك ما فيهوش هزار، المنافسه فيه شديده جدا طبعا، معترك الافريقي. لا وعندك سته او سبعه في المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. هنقول يا سيدي ان الفرق المنافسه هيبقى عندها اعداد برضه، مش بالشكل العدد طبعا، مش بالشكل ده، لكن مش عايز اتطرق لدي لسه، انا خليني في في الفرقتين. انت عايز تقول لي ان دي ميزه للاهلي، وعايز تقول لي اصل لما يرجع الفرقه هتبقى اللي يأس يأس واللي تحدد مكانه تحدد مكانه. بالعكس، ده في ناس هتبقى مكتوبة تأذب. ده انا هلعب في التوقيت الحرج مباراة انتحارية عشان الناس تقدر تخلص معادها. هتكون انت بقى الرايق الروقان الجميل اللي خلصت معظم ماتشاتك، فهتلعب وانت مرتاح ضد اي حد. مين بأي معيار من المنطق عايز تصدر المظلومية ناحيتك وان انا المرفه؟ مرفه في ايه؟ لان انا في الفتره اللي انت متصور ان تاجل لي ماتشات انا بلعب وبتحدى وبخش على تارجت وهدف صعب جدا، ان انا لازم اعدي الترجي واعدي بعد كده الله اعلم غالبا ممكن يبقى المديه ولا الوداد او كايزر تشيفز او كايزر تشيفز، يعني الاثنين اصعب من بعض. يعني من فضلكم يعني اتكلموا عن نفسكم، اذا كنتوا شايفين ان انتوا مضغوطين واتظلمتوا يا سيدي اديك عديت، يا ريت ان انا كنت عديت الماتشات دي كلها. كان الاهلي يكره ان يبقى لعب 25 ماتش دلوقتي ويرجع يلعب على الرايق زيك على الرايق. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه اهتمام الشباب الموثقين والإحصائيين والمتابعين بدقة واللي بقى ليهم منهج على السوشيال ميديا فيما يخص التحليلات الرقمية، فيما يخص النواحي الأرشفية، أو حتى فيما يخص الردود المنطقية بالأرقام بقت ظاهرة موجودة ورائعة جدا، وكل حد بتلاقي له عامل تركيز في زاويه معينه. المهندس عامر العمايره الحقيقه واحد من النابغين في الجزئيه ديت، لفت نظر الفتره الاخيره يعني الحقيقه، حتى اللي عرضه الكابتن مدحت شلبي واللي عرضه كثير من الزملاء، واحنا لما عرضناه الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات احتفظنا له بحقه الحقيقه، لانه اي حد يعمل انتاج فكري وذهني مميز لازم ان يتحفز. خلي بالك ده كان واحد من اهدافنا من زمان بالظبط، والحمد لله خدنا بايد مجموعه منهم موجودين دلوقتي. ازاي تقدر تاخد بايد الناس، وازاي تقدر تأثر في تغليب المنطق وتمكين الحسابات العقلية بدون ادعاءات وبدون مشاكل؟ ازاي نقدر نتحاور على أرضية فيها شيء من المنطق وفيها شيء من احترام العقل؟ فبينتج المسألة مثل هذه الظواهر الإيجابية لعامر العمايرة وكتير من الشباب النابهين اللي ليهم كل التحية. حتى على المستوى الصحفي الحقيقة في جيل كويس جدا بيتناقش وبيتكلم وبيقارن وما بيكررش. واحد من دول الحقيقه الزميل محمد عراقي الناقد الرياضي في اليوم السابع، عمل تجربه في رمضان مع نجلاء حلمي في الاذاعه كانت ممتعه جدا في شهر رمضان. شفت له فيديو مع الكابتن مجدي عبد الغني عن ازمه ضغط المباريات. نشوف محمد عراقي. الزمالك مصمم على انه الاهلي يلعب المؤجلات، هل ده من حق الزمالك؟ لا طبعا مش من حقه. او ده العدل؟ لا طبعا مش عدل. هو الزمالك مش خارج من افريقيا؟ طب ما الاهلي طلب السنين اللي فاتت ان الزمالك يلعب مؤجلاته وانصاعه وما لعبوش الاهلي غير لما الزمالك الاثنين كانوا في افريقيا لو تفتكر. الاثنين كانوا في افريقيا، الاثنين بيلعبوا افريقيا، يعني الاثنين وضعهم زي بعض. انت دلوقتي الاهلي والزمالك زي بعض؟ مش زي بعض طبعا. لا 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 ماشي، ما هو الاثنين، ما هو انت النهارده كنت بتتكلم، انت بتتكلم عشان الزمالك خرج. دي وجهه نظر. الزمالك خرج متى؟ السنه اللي فاتت. كابتن مجدي راح بس. ايوه وجهه نظر. انا ايوه السنه اللي فاتت انا متفق الزمالك في افريقيا صح. فانت النهارده لما تاجل الزمالك والزمالك متاجله والاهلي ما تاجلوش، لا العب بقى الاول، ما حدش في افريقيا بس. انا واثنين ايه ده؟ الاثنين في دوري ابطال. طب لما الاهلي يخلص يلعب ماتشاته بقى والزمالك يفضل مستنيه، ولا انت شايف ايه؟ لا 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 كمل دوريك، الزمالك يكمل يمشي، الزمالك يمشي عادي، الاهلي هو اللي تاجله. طيب الحقيقه يا باشمهندس يعني محمد عراقي هو منطقي للكابتن مجدي، قال له الاثنين كانوا مع بعض في دوري الابطال، واحد خرج واحد كمل، في انطوبه واحده بس. وبعدين قال حته انا عايز بس افكر الكابتن مجدي بيها، قال له لا ما هو الاهلي قبل كده قال انا مش هلعب الا لما الزمالك يلعب. هنا في خلط على فكره، الاهلي عمره ما قال دي بالنسبه للمباريات المؤجله.
النغمة دي كانت بتتقال في خصوص مباريات القمة. يجي الأهلي والزمالك يلعبوا ماتش القمة يروحوا مأجلين، لا يروح الأهلي قال لك أنا مش هلعب ماتش القمة إلا لما الزمالك يلعب المباراتين المؤجلتين بتوعه. الزمالك استخدم دي كتير، مش هلعب ماتش الأهلي إلا لما الأهلي يلعب مؤجلاته عشان ألعبه وإحنا إكوال فوت، إحنا الاتنين على قدم المساواة. لكن ده ما بيحصلش إنه الأهلي يتكلم إن أنا مش هلعب في الدوري إلا لما الزمالك يلعب مؤجلاته. ده يحصل إزاي؟ أنت عندك 4-5-6 ماتشات مؤجلين، التاني هيفضل مريح وانت تلعب 4-5-6. طب وما انت الدوري يعمل ايه مصلحته؟ تعرف انت لو اتحاد الكرة هيقرر كده هيقوله انا لعبت تعمل ايه في الوقت ده كله، وبقيه الفرق اللي انت هتلعبها هتعمل ايه يا سيدي؟ والله كل حاجه هتتعمل هتلاقي فيها كلمه تشكك في النوايا. فده استخدام خاطئ للمنطق ده نفسه. ما حصلش انك تيجي تقول مش هلعب كل مبارياتي الا لما الزمالك يلعب مبارياته. لا كانت يا اخي انا زعلان مساله تخص ماتش القمه. انا زعلان قوي ان ان ان, إن وقتنا كله في الرياضه رايح في الكلام ده. انت مضطر ترد، لان لو ما ردتش هيترسخ في ذهن ناس كتير هذه الاوهام. انما ده مش الصح. بس عارف في النهايه بتلاقي في ناس عندها قدر من الفرز وشايفه سبب تفوق الاهلي. اي واحد فرح هيكلمك كده، وازاي بتحيي الاهلي وازاي بتشجع وهم مش اهلاويه بس بتقدر اسباب تفوق الاهلي بعيدا عن الهبد والرغي والشماعات والكلام الكتير اللي انتوا حفظتوه. كريم ذكري مدافع المصري واللي لعب في نادي الزمالك، لكن شايف الاهلي ازاي؟ احنا دلوقتي تقريبا في النسخه 63 او 62 من الدوري المصري الممتاز، مش كده؟ يمكن الاهلي فاز ب 42 نسخه من الدوري ده. بتشوف ايه السبب اللي يخلي الاهلي متفوق دايما على مدار بقى كل الاجيال؟ بصي، النادي الاهلي انا بحترمه جدا جدا، ومش محتاج اتكلم عن النادي الاهلي، لكن انا قلت لك من شويه النادي الاهلي في سيستم مش موجود في اي نادي في مصر او موجود في 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 افريقيا كله. النادي الاهلي ايا كان اللي هيبقى موجود على الكرسي، النادي الاهلي هيمشي بالنظام بتاعه بالسيستم بتاعه، حتى لو في حد انشق عن الصف بتلاقيه مش موجود والنادي الاهلي بيفضل مكمل. بيحصل دروبات او بيحصل دروبات، بس برضه بتبقى المشاكل جوه داخل النادي الاهلي ما بتخرجش بره خالص. انا بكلمك في حقائق، والله ما عايز حد يزعل مني، بس ده فعلا حقيقي. النادي الاهلي كمنظومه وكسيستم فعلا يحترم. انا في وقت من الاوقات لو هشتغل في كارير اداري في النادي المصري هتعلم من سيستم النادي الاهلي. انا بحترم النادي الاهلي جدا. على فكره الكابتن ميدو في حاله من الحالات وقال هذا الكلام، وقال انا هنقل لكم تجربه سير اليكس فيركسون لما مسك المان يونايتد كليفربول مكسر الدنيا والمان مش عارف يعمل ايه، فجابوا الراجل ده كان شاب بقى لسه، قالوا هنعمل ايه ده احنا مش اعيادنا الحيل ان احنا نلحق بليفربول. قال له ما تجيبوش سيرته، ما لكوش دعوه بيه، ما تفكروش فيه، تعالوا احنا نشوف احنا عايزين ايه وهنشتغل ازاي. واذا به يحقق كل انتصارات واصبح المدرب التاريخي الاسطوري، مش على مستوى بقى. يعني عايز تقول لي ميدو كان يقصد يقول للزمالك اشتغلوا ما لكوش دعوه بالاهلي؟ قال كده، هو مش كان يقصد، هو قال كده في الحلقه دي. دور عليها هتجيبها ويا ريت تجيبها. لان هو ساعد الحقيقه، سيبك من فترات المكايده وبتاع يبقى له راي ولا بتاع، لكن لما يرصد الحقيقه ويتكلم في الكوره ككوره ويتكلم في الامور بطريقه موضوعيه بيقول الكلام اللي من النوع ده. اللي هو ده شافه بره وعايز ولقى الاهلي بيطبقه هنا. هو ده بيعجبك الاستاذ محمد الاتربي؟ لا هو راجل محترم، اصل انا اعرفه من زمان، ده راجل رئيس بنك مصر. بنكير كبير. طبعا، وكان لعيب كوره على فكره كويس. يعني هو شله هيدا، كنا في عمر واحد وكنا بنلتقي احيانا في السودسيات او حاجه، لكن هو اصغر مني. لا مش عمر واحد. هو اصغر مني. لا اصغر مني بكتير. لكن في اجيال التلاحمت يعني. ايوه، وكان معاه الاستاذ سامح فهم وهادي. فالمهم مش دي القصه، لكن هو راجل مؤكد ما كانش هيبقى في المكانه دي الا اذا كان عنده عقليه ورصانه وموضوعيه. انه يبقى رئيس مجلس اداره بنك مصر يعني. فما يجي الحقوا استفيدوا من الناس دي، الحقوا استفيدوا من كابتن حسين لبيب، الحقوا استفيدوا من استاذ محمد التريبي والناس اللي معاه. حسين لبيب كمان انا قلت لك انه انا عاشرته. راقي جدا.
استاد مدحت البلتاجي راقي جدا فيهم كتير يعني هم يعني ياخدوا الفرص هتلاقي الدنيا ماشيه في سكتها. طيب الاستاذ محمد الاتريبي وهو بيتكلم عن طموحاته الاقتصاديه في الزمالك قياسا على ما يحدث في الاهلي، مين افضل منه يتكلم في الكلام نشوفه. ده يعني مدروس عشان نعمل شركه محترمه لكره القدم بالنسبه لنادي الزمالك بيكون ويديرها ناس ثانيه اخرين خالص زي ما هو النهارده اللي بيدير الفكره اللي اتقال تروح اسماء ياسين وحسام غالي ومصطفى مراد فهمي. لا انا قصدي على فكره مصطفى مراد فهمي كان معايا في الفصل يعني. لا والله بس هو اهلاوي رهيب. معلش وانا زملكاوي رهيب. هو اصل مصطفى مراد فاهم هو اللي اداهم نادي القرن. لا انا مش عاوز اتكلم في حاجات يعني انا ما احبش اتكلم في حاجه. كان مع حضرتك في الفصل؟ بس حضرتك تبان اصغر. بس انا كنت لعيب كوره جامد يعني. هو كان لعيب عادي. هو لا كان لعيب كويس بس مش يعني ما كانش هو طبعا والده مراد طبعا يعني عيله كرويه الله يرحمه ابنه برضه كان فلا شخصيه محترمه يعني واحنا على اتصال يعني. يا اخي حاجه غريبه جدا اول ما لقى الاستاذ محمد الاتريبي هيقول انا ما احبش حد يتكلم في الامور دي بالطريقه دي راح ملغوا راح واخده في سكه ثانيه. المساله مساله ما تسيب الناس اللي ممكن تقدم النموذج الطيب يدونا هذا النموذج. بس انا اشهد ان الاستاذ محمد الاتريبي كان لعيب كوره كويس. كان لعيب كويس كان لعيب كوره كويس. دي العلاقات الطيبه يا جماعه. والاهلي لما يبدا يشتغل بشكل اقتصادي وبفكر اقتصادي يتحدث عنه الاستاذ محمد الاتريبي كواحد عقليه اقتصاديه وواحد من كبار رجال البنوك. قال لك اعملها ويتكلم على الاستاذ ياسين منصور ويتكلم على المهندس مصطفى فهمي بكل الاحترام والتقدير. والكابتن زي ما النادي الاهلي عنده كل التقدير للكابتن حسين لبيب والاستاذ محمد الاتريبي وكل مجلس الاداره. بس ليه النماذج الايجابيه الطيبه الجيده المسؤوله الواعيه المحترمه ليه ما تفرضش الوضع المسؤول؟ ليه ما يحصلش فعلا تنقيه كل الاشواك اللي زي كده وتسود العلاقات الطيبه؟ بسرعه عمال يعد لي. اذا كان الزملكاويه عايزين الخير لنادي الزمالك الحقوا التفوا حوالين النماذج اللي من النوع ده هتجيب لكم خير كتير. ناس محترمه، ناس نظيفه، ناس واعيه، ناس عندها وما تاخدوش الكلمتين دول بقى ان عدل عايز مش عارف. لا انا بقول لكم تابعوا الناس هتلاقوا هم دول النماذج اللي ممكن يجيبوا الخير لزمالك والخير لمصر كلها ان شاء الله. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. هنسيبكم تستمتعوا ولقاء خاص للكابتن اسلام الشاطر مع ضيفين من ذات العيار الثقيل، كابتن سيد عبد الحفيظ، مستر بيتسو موسيماني، وكواليس كتيرة مهمة جدا إن شاء الله تساعدكم. تصبحوا على خير.